القرآن لقوم ذكرى معجزة الإسلام الكبرى وهو كلام الله الأعلى أنزله الرحمن وأوحى أنزله الرحمن وأوحى فيه إعجاز لا ينفد وحقائق علم لا تجحد نور في الباطن والظاهر وشفاء للعقل الحائر وشفاء للعقل الحائر آيات عن سنن الله في الكون وعن شرع الله فهموه العرب وحملوه عملوا بما فيه ونقلوه عملوا بما فيه ونقلوه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الرعد. سبق معكم تفسير قوله تعالى: والذين يوفون أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فآخر الآيات ذكرت بشكل مجمل، فالآن نرجع إليها بشكل مفصل. فالله ذكر المؤمنين وبأنهم العلماء. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق يؤمنون به ومن أعماق قلوبهم حتى يخالط الإيمان بحقائق القرآن حتى يخالط نفوسهم وأفكارهم ووجدانهم ومشاعرهم وعواطفهم. فعلم مع تأثر مع انفعال وتجاوب وانقياد، ثم وصف مردود هذا الإيمان وهذا التأثر وهذا الوجدان، ذكر مردوده وثماره بأفعال وسلوك وأخلاق وتحمل مسؤوليات وبناء مجتمع كريم مثالي فاضل من وفاء بالعهد وحفاظ على الميثاق، سواء كان العهد فيما بينهم وبين الله أو فيما بينهم وبين مخلوقاته، ويصلون كل ما أمر الله به أن يوصل ويعملون بكل ما أوجب الله وفرض، ومع خشيتهم لله الخوف مع الإجلال والتعظيم والمهابة لله، ومع كل هذه التقوى وكل هذه الفضائل والإيمان الناضج المثالي،
قال مع كل هذا ويخافون سوء الحساب. النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أذنبت خادمته الصغيرة وأراد أن يؤدبها بسواك، فوقف ولم يقاصصها وقال لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، مع أنه غفر الله له، قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم أولو الألباب. فكان المجتمع العربي في زمن رسول الله، المجتمع الإسلامي كلها اللي دخلوا في مدرسة الهجرة إلى رسول الله وإلى مدرسته إلى مسجده، كلهم كان هذه المواد العلمية والإيمانية والأخلاقية والسلوكية كلها كانت هي مواد بناء شخصيتهم. كلهم كانوا يخافون سوء الحساب، كلهم كانوا يخشون ربهم، كلهم كانوا يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من أرحامهم وقراباتهم، من صلتهم بالله، صلتهم برسول الله، صلتهم بأولياء الله، صلتهم بالصالحين من عباد الله، أداء الحقوق لكل من يجب له عليهم من حقوق، ولو كان حيواناً أو عصفوراً أو نملة أو كلباً أو بهيمة، إلى أن قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر هذا كان عليه الصلاة والسلام يقول الصبر شطر الإيمان، وأعظم الصبر وأول الصبر في منازل الإيمان وفي مراحل السير نحو الإسلام الحقيقي الحي الصبر. فبدأ في أول الأمر يصبر على طلبه على مرشد دليل إلى الله، معلم حكيم ينقله من الظلمات إلى النور، ومن الجهل والجاهلية إلى سماحة الإسلام وفضائله ومكارم أخلاقه وأداء أحكامه. بعد ذلك بده يصبر في باب مجاهدة النفس، رجعنا من الجهاد الأصغر جهاد العدو إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى. فكانوا في زمن رسول الله وكل مسلم يريد أن يكون مسلما حقيقيا بحسب نصوص القرآن، الله وصف المسلمين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما المقصود أنه بنط أو يرقص أو يفعل أشياء تلفت النظر، لا، المقصود بأن يذكر المسلم ربه في كل أحيانه. بده يشوف أستاذ الذكر المختص بثقافة الذكر، ذكر القلب والروح، الشعور الوجداني بالله، حتى يعبد الله كأنه يراه، حتى يصير يشعر بأن الله معه في كل حالاته وظروفه، في نومه ويقظته، في أكله وشربه، في عمله وفراغه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا ما من عندي ولا تصوف، هذا كلام الله، هذا نطق القرآن الشريف. فيصبر على العبادة على الذكر، والمقصود أن يلتصق وأن يتعشق قلبك لله وتشعر بمعيته، بأنه يسمعك
يبصرك بأن قلبك معه حبا وشوقا وعشقا، هي بدك تصبر عليها حتى تثمر حال ذلك الصحابي. وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال له: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال له: أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، كأني أنظر الله في عرشه، يعني في حالة شهود، في حالة معية كاملة بكل ما في المعية من شعور ومن توجه ومن أدب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم وإلى أهل النار في عذابهم. فالنبي قال: عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. عرفت، فبدك تصبر على الذكر، على مخالفة النفس، على مصارعة الهوى. إذا نفسك هويت أن تظلم، أن تسرق، أن تفعل الحرام، أن تفعل الإثم في حديث أو في عمل أو في مال أو في سهرة أو في مؤامرة أو في ظلم أو في عدوان أو في إفساد في الأرض، فإذا كنت ذاكراً لله، إذا كنت عم بتجاهد نفسك حق الجهاد وصابر، تطلع بالنهاية وأنت خلو من كل هذه الرذائل، وبيفيض عليك نور الإيمان، نور الله بكل الفضائل الأخلاقية والنفسية والعملية حتى والفكرية. صير فكرك وأخلاقك وأعمالك وسيرك ومجتمعك ومجالسك كله فضائل وكله خير. هي بدنا صبر، إلى تنتقل إلى درجة الصبر على البذل. في واحد ما بيحسن يبذل المال في سبيل الله أو الجهد أو العمل، كمان بده يصارع نفسه حتى يغلبها، حتى تنقاد لأمر الله في بذل المال والنفس والعمل والوقت وكل ما يطلب منك. بدك تصبر بكرة على الجهاد، قد تدعى إلى الجهاد لقتال العدو. في قتال العدو في بذل المهج وسفك الدماء وانعدام وفقد حياة الجسد. حياة الروح لا تفقد، بل بالعكس تنتقل كمؤمن إذا رزقت الشهادة، تنتقل من حياة صغيرة حقيرة إلى حياة عظيمة كريمة جليلة. هي حتى الإنسان يرزق اليقين بده وقت، فبدك تصبر. إذا دخلت المعركة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا هذا إذا كان الشيء بتعلق في شخصك، صابروا إذا كنت مع عدوك هو عم يصبر لينتصر عليك وأنت عم تصبر لتنتصر عليه. شو اسمها؟ أي اسمها مصابرة، لأن المصابرة بتكون بين شخصين وكل منهم يريد أن يغلب صبره صبرا من يقابله ويصارعه. اصبروا يعني على الآلام، على الأمراض، على المصائب، على الكوارث. وصابروا يعني أعداءكم في المعارك، ورابطوا يعني على حدودكم لا يجتازها العدو. واتقوا الله يعني في أداء أوامره واجتناب محارمه لعلكم تفلحون. حتى تصلوا للفلاح، هل المؤذن بيطلع على المادة ويناديكم لأجل الفلاح؟ حيها على الفلاح يعني حي على صابروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. بالجامع في أستاذ يعلم الصبر والمصابرة، في أستاذ في الجامع يعلم التقوى والمرابطة لحتى نفلح؟ ما في. إذن هذا المؤذن عم يحكي، عم يقول تعالوا على الأكل، ولكن ليس هناك مائدة ولا طعام.
تعالوا إلى العرس وليس هناك عريس ولا عروس. هذا المؤذن اللي شو بنقول له ما عاد يحكي الصدق. هذا شيء محزن انه ان ينادى الى المسجد لنجد فيه غذاء القلب والروح والعقل، ان ينادى الى حضور المسجد لننال به العلم والمعرفه والحكمه ولا نجد شيئا مما ينادي عليه المؤذن، وقد رفعت المآذن عشرات الامتار وانفق عليها مئات الالوف وعلى المسجد الملايين، ولكن عملنا مطبخ لكن من غير طباخ، وعملنا طيارة لكن من غير طيار، هذه ما تمشي إلا بالطيار، وعملنا عريس لكن ما في إيش عروس. فمهما زلطنا له ومهما عملوا له دبكة ورقص، شو بده هو؟ بده الرقص والدبكة. والذين صبروا، فالله وصف المؤمنين أولي الألباب أولي العقول أولي النفوس الطيبة الكاملة الناضجة، قال وصفهم بالصبر، وصبروا ابتغاء وجه ربهم. ما عم يصبر لينال مغنما أو لينال منصبا أو لينال سمعة ومدحا ودعاية، كل الدوافع التي تدفعه على تحمل المشاق والأعباء والأثقال وبذل المهج والأرواح والأموال، طلب ابتغاء وجه الله، طلب مرضاته، طلب أن يحظى بالنظر إلى وجهه يوم القيامة. فالقرآن كتاب علم وتربية لحتى القارئ ينال العلوم وينال ثمارها من تربية وأخلاق ووجدان وأخلاق وصفات. المسلم ما عم يقرأ لهذا ولا عم يقطف من البستان هذه الثمار، فيدخل البستان يقول بدي تفاح بدي إنجاص، وبيدخل والشجر كله أغصانه مدلات من ثقل الحمل والثمر، وبيخرج لا يأكل ولا يحمل ولا يقطف. إيش الفائدة؟ هذا حال الكثير والأكثر من المسلمين. فإذا ما رجعنا إلى القرآن كمدرسة كدراسة كعلوم كأخلاق، وبلا أستاذ بلا مربي بلا مدرب بلا قائد، هذا ما ممكن يا ابني. إذا حطينا لك طيارة ما بمجرد الطيارة بتطير فيك، بدها طيار. إذا حطينا لك المدرسة وكتب ومكتبة وما في أستاذ ما بصير متعلم وتاخذ شهادة. فالمسلمين مقصرين، ومدارسنا الدينية مع الأسف ما فيها البرنامج الذي يخرج العالم القرآني الذي يصنع ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الأمة العربية، بل وبناء العالم. إذا ما حسن يبني عالم وأمه خلي يبني مدينة، يبني أخلاقها عقلها حبها تآخيها وحدتها اتحادها فضائلها كمالاتها، هذا الشيء إن شاء الله ربي بيصير. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فكان في هذا الموضوع ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلة، يعني جماعة، يدخلون الجنة فقراء المهاجرين. كان المسلمين الأول كانوا كلهم فقراء، كانوا كلهم مساكين. الأغنياء الزعماء العظماء رأوا في الإسلام أنه بده يتنازلوا عن زعاماتهم ويخسروا رئاساتهم ومستغنين عن الإسلام بأموالهم وغناهم وترفهم. الفقراء ما كان في عندنا شيء، لذلك أول من تحمل الإسلام وأعباءه وجهاده مين؟ الفقراء.
قال أول ثلة في الحديث النبوي، أول ثلة يعني أول جماعة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره. وقت المكاره انت روح لحتى هو يسلم، فبيجعل وقاية لنفسه من الأذى وبيدفع وبيدفشه للفقير. قال الذين تتقى بهم المكاره وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا. لما كان يسمعوا الأوامر النبوية ما سمع معصية ومخالفة، ما سمع نفاق ومداهنة، سمع إطاعة وانقياد وتنفيذ. قال وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإذا كانت لرجل منهم حاجة لم تقضى حتى تموت وهي في صدره. قد يكون بده يتزوج ما بيحسن، بده يلبس، بده بيت ما يحسن من فقره، ومع ذلك قال أول من يدخلون الجنة. وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي، قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي. ما لهم غرض لا في مال ولا في جاه ولا في منصب ولا في مغنم إلا ابتغاء مرضات الله. أين عبادي الذين جاهدوا في سبيلي وقاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، فيأتون فيقول الله لهم ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم يعني فضلتهم علينا؟ فيقول الرب جل جلاله هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل الملائكة عليهم من كل باب يخاطبونهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا كان عقبى دنياكم وحياتكم على الأرض هذه المنزلة اللي الله عز وجل أكرمكم وخصصكم بها، فنعمة حياتكم الدنيا حياتكم، ونعمة الدنيا دنياكم إذا كانت عاقبة دنياكم وأعمالكم وحياتكم ما خصكم الله به وميزكم به عمن سواكم. وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور الشهداء في رأس كل سنة ويقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل ما نعلمه وما نسمعه حجة علينا يوم القيامة، اجعله حجة لنا وسببا لتوفيقنا ورضائك علينا وسببا لنجاحنا. والله عز وجل بفضله وإحسانه يردنا والمسلمين جميعا إلى صراط الله ردا جميلا. بل ونسأل الله أن يرد الناس كلهم والعالم كله إلى ربه ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.